السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الشكل والتطبيقات الكتابية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية، مجال الواجبات والحقوق، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ النص بتمعن ثم أنجز الأنشطة المصاحبة له. أنا طفل صغير ألعب وأتعلم وأعبر عن رأيي. لي الحق في تناول الطعام والشراب لكي أنمو ولا أمرض وأعيش حياتي. لي الحق في المساواة وإن كنت مختلفا عن الآخرين، كما أعرف جيدا معنى الواجب. إذن إن لفظ الواجب له معنيان، فقد أقول يجب علي أن أتناول العشاء مبكرا، وتقولين أنت إذا كنت أتناول الطعام أمام شخص جائع فيجب علي أن أتقاسم معه الأكل. إنه معنى يجب في العبارة الأولى تدل على ضرورة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، أما معنى يجب في العبارة الثانية فيدل على قاعدة سلوكية تلزمنا بها الأخلاق أو الدين أو القانون، مثل قولي قول الصدق واجب، الصلاة واجبة، ضرورة احترام إشارة المرور. إذن أضع سطرا تحت المعنى المناسب لكل عبارة. الحق في التعبير، هل هو في الصمت، في إبداء الرأي، أو في الاستيعاب؟ إذن في إبداء الرأي. الحق في التعبير والحق في إبداء الرأي. مختلفا عنهم، مثلهم، لا أشبههم، قريبا منهم. إذن مختلفا عنهم، لا أشبههم. أصوغ عنوانا مناسبا للنص. إذن الحق والواجب، أعطي مثالا عن الواجب السلوكي وآخر عن الواجب الديني وآخر عن الواجب القانوني. إذن الواجب السلوكي الواجب السلوكي هو تناول العشاء مبكرا، تناول العشاء مبكرا. الواجب الديني إذن الصلاة، الصلاة. الواجب القانوني، الواجب القانوني قول الصدق. الواجب القانوني قول الصدق. الواجب السلوكي تناول العشاء مبكرا، الواجب الديني الصلاة، الواجب القانوني قول الصدق. إذن أشكل الكلمات التي تحتها خط، قمت بذلك. أحول الجملة الآتية حسب الضمائر. أنا طفل من حقي أن أنمو وأعيش. أنتم أطفال من حقكم أن تنمو وتعيش. إذن أنتم أطفال من حقكم أن تنمو وتعيشوا. أنتن طفلات
من حقكن أن تنمون وتعيشن. هي طفلة من حقها أن تنمو وتعيش. نحن أطفال، لأن نحن جمع أطفال، من حقنا أن ننمو ونعيش. أنتما طفلان من حقكما أن تنمو وتعيش. أكمل الجدول بأفعال من النص كما في المثال. إذن الفعل ألعب، ماضيه لعب، نوعه صحيح سالم. إذن أتعلم، الفعل أتعلم، ماضيه تعلم، نوعه صحيح سالم. الفعل أنمو ماضيه نما، نوعه معتل ناقص، معتل الأخير، إذن معتل ناقص. الفعل أعيش دائما من النص، ماضيه عاش، إذن نوعه معتل أجوف. إذن أقرأ ما يأتي وأملأ الجدول حسب المطلوب. أتقاسم مع صديقي الأكلة، يدل على قاعدة سلوكية. أتناول الطعام والشراب، سأل ياسر صديقه. يهتم التلاميذ بشؤون المدرسة، وقف الشرطي في المدارة. إذن الأفعال اللازمة، الأفعال المتعدية. إذن الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل، أما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى الفعل الفاعل إلى المفعول به. إذن أتقاسم مع صديقي الأكلة، إذن الأكلة مفعول به، إذن أتقاسم فعل متعدي. يدل على قاعدة سلوكية، يدل إذن فعل لازم هنا. أتناول الطعام والشراب، أتناول إذن أتناول فاعل ضمير مستتر، طعم مفعول به، إذن فعل متعدي. أتناول. سأل ياسر صديقه، إذن سأل فعل، ياسر فاعل، صديق مفعول به، إذن سأل متعدي. يهتم التلاميذ بشؤون المدرسة، إذن يهتم فعل، التلاميذ فاعل، بشؤون جار ومجرور، إذن يهتم فعل لازم اكتفى بالفاعل. وقف الشرطي في المدارة، إذن وقف فعل، الشرطي فاعل، في المدارة جار ومجرور، إذن وقف فعل لازم اكتفى بالفاعل. أعرب الجملة الآتية، تعرفت حقوق الطفل.
إذا تعرفت، تعرف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل. حقوق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الطفل مضاف إليه مجرور بالكسرة الدائرة على آخره. أعيد، تعرفت، تعرف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل. حقوق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره، وهو مضاف. الطفل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة. يسأل، تكتب الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وقبلها ساكن، إذا الفتحة أقوى من السكون. مؤمن، تكتب الهمزة على الواو لأنها ساكن وقبلها ضمة، الضمة أقوى من السكون. سؤال، تكتب الهمزة على الواو لأنها قبلها مضموم وهي مفتوحة. مسألة، تكتب الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وقبلها ساكن، فتحة أقوى. فأر، تكتب على الألف لأنها ساكنة وقبلها فتحة. مئذنة، تكتب على الياء لأن قبلها كسرة وهي ساكنة، والكسرة هي أقوى الحركات. مسائل، تكتب على الياء لأنها مكسورة. شأن، تكتب على الألف لأنها ساكنة وقبلها فتحة، الفتحة أقوى من السكون. شؤون، تكتب على الواو لأنها مضمومة وقبلها ضمة. فؤاد، تكتب على الواو لأنها مضمومة، لأنها مفتوحة وقبلها ضمة، والضمة أقوى من الفتحة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.